الرحمة لشهداء مجزرة دهوك، حوار جديد يبدأ بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا، يتجدد اللقاء بكم في حوار جديد عبر الشرقية نيوز، ونناقش في هذه الحلقة مساعي ومحاولات النهوض بواقع مدينة الموصل، التحديات وأيضا الإخفاق تواجه عمل الجهات المعنية، سيما اللجنة المعنية بمتابعة عمل البناء والإعمار هناك. معنا الشيخ عبد الله الياور، شيخ مشايخ عشيرة شمر، حياك الله، نورت حوار شيخنا. شكرا جزيلا. مرت 5 سنوات المفروض على استعادة الموصل من الأيادي الإرهابية، شلون تقيم ما وصلت الموصل على مستوى إعمار النهوض على الأقل بالبنى التحتية؟ جزء لما نتحدث عن إعمار بدنا نرفع سقف طموحاتنا، خلينا نتحدث عن البنى التحتية بصورة عامة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي الشعب العراقي جميعا بالمصاب الكبير الأليم بالجريمة اللي ارتكبت يوم أمس، وكما قلنا في بياننا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراء رادع وقوي ضد الجهة التي قامت بهذا العمل. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضلتي عليه، لا توجد محافظة عراقية أهالي المحافظة يرون أن الإعمار فيها أو البنى التحتية فيها وصلت إلى الحد المقبول، حتى العاصمة بغداد، فكيف بالموصل؟ نستثني طبعا إقليم كردستان اللي وضعهم يختلف عننا كثير، نتكلم عن المحافظات العراقية، لا يوجد. والسبب في هذا أنا باعتقادي وصول الإدارات في يعني تغيير المحافظين بسبب تجمعات كانت مجالس المحافظات، الآن صار القرار بيد مجلس النواب ورئيس الوزراء. نعم. رئيس مجلس الوزراء، لكن إلى الآن لم نشاهد محافظة عراقية وبالتحديد الموصل، ما تعرضت له الموصل من احتلال داعش ومن تدمير للبنى التحتية فيها ومن ضرر كبير أصاب أهل الموصل، لا يوجد شيء ممكن نقول عليه مقبول. نتكلم على ما دون الصفر، ما وصلنا إلى الصفر. لا يمكن أن نسمي تبليط شارع إنجاز، ولا يمكن أن نسمي تعويض مواطن على جزء بسيط من بيته إنجاز. شيخ، هذا جزء من الحالة العامة العراقية المفروض، يعني كلام حضرتك، لكن نعم. من لما نعطي خصوصية للموصل، إحنا نتحدث حتى على مستوى رصد الميزانية نعم. الخاصة بها، الديون رجعت، يعني الحكومة الاتحادية رجعت الفلوس، بالمقابل بدأت اللجنة حتى المعنية والبلدية بإطلاق التعويضات. من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي هناك 1 تريليون خصصة إلى الموصل، كيف ستصرف تلك الأموال؟ والله السؤال هذا يوجه إلى من ستصل إلى أيديهم الأموال، لكن فيما يخص هذا الأمر، علينا في أي بلد أول نقطة هي بناء البنى التحتية في البلد، من ماء ومجاري وكهرباء وطرق حديثة جديدة، مو إكساء طريق، جسور جديدة، مدارس، مستشفيات. البنى التحتية هذه إذا قامت يقوم البلد كاملا، فإذا صرفت البنى التحتية بهذه للبنى التحتية، الأموال للبنى التحتية، بالتأكيد ستنعكس على المستقبل. أيضا لا ننسى أنه القطاع العام في أي دولة لا يمكن أن يبني بلد، في أي دولة في العالم لا يمكن، إلا في كوريا الشمالية، وهي إذا نريد نقيس أنفسنا بالتخلف، أو بأفغانستان مثلا، أو بالصومال. إذا نريد القطاع الخاص يجب أن يعطى المجال للمشاركة في الإعمار، استثمارات، معامل أدوية، معامل غذاء، مزارع. الدولة الآن، الحكومة العراقية تحارب القطاع الخاص بعقلية تشبه عقلية العراق يمكن في السبعينيات، بل في السبعينيات هي أفضل من اليوم.
لا يمكن أن تقاس، لكن مع ذلك كان تدمير للزراعة، كان تدمير للقطاعات. الآن القطاع الخاص إذا شارك في الزراعة في توفير الغذاء والأمن الغذائي للعراق، وهذا محارب الآن من حكومة السيد الكاظمي. إذا نتكلم عن القطاع الصحي ومشاركة القطاع الصحي في هذا، وممكن إنه كبيئة الموصل تمتلك كل مقومات ما ذكرت أن تنطلق كل ما ذكرت على الأرض وينفذ. طبعا الموصل نتكلم عن 4 ملايين نسمة، عن أراضي زراعية بالملايين، عن نهر دجلة يدخل العراق في مدينة في محافظة نينوى ويمشي إلى أن يعني إلى أن تودعوا في على الحدود مع صلاح الدين. نتكلم عن تركيا، قرب من تركيا، قرب من سوريا، قرب من إقليم كردستان. فهذا الموقع الجغرافي كله أكيد، بالإضافة إلى مادة المادة الأساسية وهي الشعب، وشعب فيه خريجين، فيه رجال أعمال، فيه أصحاب مصالح ومصانع ومزارع منذ عشرات السنين. رجال الأعمال لم يتركوا المدينة؟ طبعا الآن كثير منهم من يعني لا يمكن لرجل أعمال أن يساهم، رجل أعمال حقيقي أقصد، أن يساهم بفساد مثلا، أو أن يسكت على تخلف في البنى التحتية اللي موجودة. أكيد ما راح يبقون بالبلد. من خلال كلامك ما يحدث شيخ في الموصل هو يشبه إلى حد ما المحافظات الأخرى، لكن الموقف يبدو أكثر ضراوة هناك. هل هناك أياد خبيثة تسعى إلى إبقاء الموصل على وضعها الحالي؟ وإحنا نتحدث عن مرور 5 سنوات دون أي شيء ملموس على الأرض. أنت دا تقول تبليط شارع، هذا مو منجز. لا أكيد، يعني الكلام اللي تفضلتي هذا الناس تعرفه، ما هو سر. الآن إذا نتكلم عن الوضع الإداري، الآن أي مواطن موصلي يريد يروح يستخرج، يريد يروح يفول بنزين سيارته، يعني تفويلة البنزين تستحق أن يستصدر بطاقة، استصدار البطاقة لازم يروح يقف سرى 300 شخص قدامه. ليش؟ هذه ما ممكن. هذه وحدة. البطاقة الوطنية ممكن بعد 10 سنوات ما أهل الموصل ما يكملون بطاقة وطنية. الإدارة ضعيفة، الهيكل الإداري ضعيف. هذا الأمر، هذا نتكلم عن أمور تجي من بغداد، ما هي مسؤولة عنا المحافظ أو المحافظة، هذه الدوائر اللي موجودة في بغداد. بالإضافة إلى أنه المحافظ يبدو لي يعني هو رجل عسكري، والرجل العسكري عنده قناعة بالرتب. طيب. فهذه يعني يرى أنه رئيس الوزراء هو أحق منه بالموصل. لا، المحافظ هو الأولى بالمسؤولية والأكثر دستوريا صلاحية لمحافظته أكثر من رئيس الوزراء، لأن اليوم هو يمثل المحافظة وهو وبدون مجلس. فهذا إذن هنا أيضا نواب الموصل يتحملون مسؤولية كبيرة. طبعاً الدورة الحالية هي دورة جديدة، لا يمكن أن نحكم عليها بشهرين ثلاثة، لكن أنا يعني أطلب من النواب جميعا أنه الذل اللي يتعرض له المواطن الموصلي الآن في الدوائر الحكومية عندما يروح يستصدر أي وثيقة، أنت روح بدون ما تأخذ حمايتك يا سيادة النائب، أو تذكر من كنت قبل ما تصير نائب، من تروح تستصدر أي وثيقة، كيف تتعرض إلى 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 ذل. وأنا أقصد الذل مو هو بالكلام، الذل عندما يبقى المواطن ينتظر لساعات لاستصدار ورقة صغيرة، لاستصدار شيء بسيط. هذا اللي البيروقراطية شيخ هاي حالة عامة بالعراق. يعني الآن يعني مع الأسف البيروقراطية بقت في العراق. هل البيروقراطية موجودة في تركيا؟ هل موجود البيروقراطية في الدول اللي هي يعني اقتصاديا ما هي حيل أحسن مننا، أو الخليج؟ دول الخليج اليوم حتى السعودية، سعيد نقول قطر ولا الإمارات ولا يقولك شعب قليل وإذا لا، روح للسعودية أي شيء تريده عن طريق التطبيقات، عن طريق التليفون ممكن تصدر نفسك جواز سفر، ممكن تصدر نفسك بطاقة المدنية أو ما أعرف شو يسمون مالتهم. الحكومات الإلكترونية هي صارت. هذا هذا هذه هذه الدول اللي هي بتعداد سكاني تشبهنا، واقتصاديا أيضا دول نفطية. للأسف العراق الآن
بسبب اعتماده على النفط كليا واعتماده على الرواتب كليا. حتى شفنا في الموصل الآن ما في استثمارات. ليش ما في استثمارات؟ هذا خلل كبير. الاستثمارات هي اللي تولد الوظائف. الآن لو صار عندنا مزارع ومعامل ومصانع ومحلات، هذه كلها ممكن أن يعني تنتج لنا وظائف جديدة، فرص عمل جديدة. طيب، المناطق أو أهالي المناطق المحررة وعندما نتحدث مع مسؤوليهم يجون يجلسون على هذا الكرسي، يتحدثون عن دمار قد لا يتناسب مع حجم ما متاح لهم للبناء، وتحديدا الموصل استضافين اللجنة المعنية، استضافين مسؤوليهم، يتحدثون عن ما حدث يضاهي إلى ما حدث لمدينة هيروشيما. فبالتالي اليوم لما أريد أصلح هذا الخراب والدمار أحتاج إلى نفس القوة التي ولدت هذا الدمار. تتفق مع هاي الرؤية؟ حلو كلمة هيروشيما. أتمنى على من أولا الموصل ما تعرضت إلى 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 قنبلة نووية، لأن القنبلة النووية يبقى الإشعاع ويبقى كلنا نعرف هاي الأمور اللي وتعداد اللي ماتوا يعني في هيروشيما هي منطقة. لكن روحوا شوفوا لي هيروشيما بعد كم سنة انهضت. أنا متأكد انهضت قبل ما راح تنهض الموصل. هيروشيما انهضت قبل ما راح تنهض الموصل. هذا مو عذر، هذا مو عذر. اليابان ولا ألمانيا اللي تعرضت إلى الدمار اليوم هي تسود العالم في الاقتصاد وفي التكنولوجيا وفي الصناعات وفي رفاه المواطن. طيب. لا يمكن أن 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 فقط نذكر لكن أيضا الرؤية، انعدام الرؤية. نتكلم الآن عن 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 الرؤية. رؤية يا جماعة، ما راح نقول لكم رؤية اليابان ولا ألمانيا، هم نرجع رؤية الدول العربية. روحوا شوفوا الدول العربية اللي عندها رؤى ورؤية من الإمارات إلى قطر إلى السعودية. هذه الدول اللي كانت إلى قبل 40 سنة تتمنى أن تكون مثل البصرة أو الموصل، زين، اليوم صارت هي بالفضاء ونحن على تحت الأرض. إذن هي أزمة أموال أم أزمة استراتيجية وتفكير وعقول؟ خلينا نحكيها بصراحة. أنا أعتقد المال يجي، يعني هل 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 اليوم المال ما ي... المال يجي كاستثمارات من الممكن. دول كثير انبنت في العالم ومدن كثيرة انبنت في العالم بالاستثمارات. بعد ليش؟ بوجود بنى تحتية وبوجود قادة لديهم رؤى حقيقية من الممكن تطبيقها بتحسين النظام الإداري في البلد، الإدارة في البلد، تسهيل الأمور البيروقراطية اللي تفضلتيها قبل شوي. كل هذه الأشياء. بس رأس المال يبقى جبان، المستثمر أيضا يخشى على نفسه، على أمواله. أنا معك معك، هو اللي جاي يقول اللي جاي تقولينه. تخوم سنجار قريبة عليكم، ما تخافون ممكن أنه ينتقل الصراع إلى مركز الموصل؟ هذا الأمر قلت لك بوجود قادة لديهم رؤية حقيقية تلتف حولهم المواطنين من الممكن إنهاء جميع المشاكل اللي موجودة. والحمد لله العلاقة مع الحكومة الاتحادية طيبة في بغداد. الحكومة الاتحادية لا يمكن أن تعترض على شيء إيجابي للموصل. هذه الحكومة أو اللي قبلها أو اللي قبلها لا يمكن لأي حكومة أن وإذا اعترضت نعلن هذا للمواطنين وهذا الاعتراض من قبل بغداد. طيب، بما أنه إحنا فتحنا موضوع الاستثمار وربطناه بالجنبة الأمنية، أرجع أكرر السؤال بصيغة أخرى. هل سنجار قنبلة موقوتة تأثيرها قد يطال الجميع؟ لأنه قبل تقريبا حلقتين من الآن كان يجلس على هذا الكرسي سيد بن جين ريكاني، وأعتقد حضرتك تابعت الحلقة. نعم، شخص وصفها بأنها يعني مدينة بلا قانون، مدينة يعني ما تابعة لأي جزء، لا تابعة إلى الإقليم، لا تابعة إلى بغداد، منطقة حرة تائهة. نعم. هذا أنتم كموصليين ألا تخشون على نينوى بأن يطالها ما يحدث اليوم في سنجار؟ نعم، أولا تحية للوزير بن جين. نعم. وهو شخص ذو رؤية في على الأقل في مجال وزارته. نعم. اختبر. نعم. في وزارة. نعم. ما قاله فيه الكثير أنا أشاركه فيه. نعم. نعم. الآن أي منطقة عراقية لا تحكم من قبل الجيش العراقي ووجود قوات أجنبية، يعني الآن
القوات الأجنبية أصبحت مثلب مثلا باتفاقية أمنية عقدتها الحكومة عام 2010 وبعدها الحكومات أكدت عليها. أما وجود فصائل في سنجار أصبح الآن الكل ساكت عليه، هذا خطر. أربيل بدها تتبرأ من هذه المجامع، أقصد PKK. بالمقابل بغداد أيضا تقول بأن حربها وكل عملية عسكرية هناك في سنجار هي ضد السلاح الخارج عن القانون، السلاح المنفلت. هذه القوات، وأقصد هنا PKK التي تهدد خطر العراق برمته، من أين تأخذ وتستمد شرعيتها؟ والله أنا لو أعرف الجواب أقوله. نعم. أنا لا أخشى برؤية. رؤيتي أن سكوت الحكومة العراقية عن هذا الأمر هو الخطر. أن الحكومة العراقية ما تفرض، إحنا كنا منذ 2003 نطالب الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على كل مناطق نينوى. هذا اللي كنا ننشده، هذا اللي كنا نقوله ونأكد عليه دائما. كيف اليوم وجاييني ناس من خارج العراق في منطقة، وهاي المنطقة يقولك هي جزء من الـ من 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 حلم لحزب العمال يضم سوريا ويضم أجزاء من تركيا ويضم. نعم، بكل تأكيد ليس لدينا أدنى شك بقواتنا الأمنية وعناصرنا ومدى انتمائهم إلى هذه الأرض، سواء تحدثنا عن في الحكومة الاتحادية أو في حكومة الإقليم، وتعلم هناك تنسيق مشترك في سنجار من أجل مواجهة أولئك المسلحين. نعم. لكن بالمقابل على ما يبدو ومن خلال كلام حضرتك وتحليلا لما يجري، بأن هناك سلاح ساند، سلاح محلي عراقي يسند تلك القوى الخارجة عن القانون المسمى PKK. هي المشكلة الاستعانة دائما الكل يتكلم عن الاستعانة بالأجنبي. الآن تستعين بالأجنبي ضد من؟ ضد من؟ ضد شعبك؟ ضد أبناء بلدك؟ هل يجوز هذا الاستعانة بالأجنبي؟ طيب إذا يجوز هذا راح نشرع قانون جديد، راح يصير عرف جديد للأسف. هذا الشيء منبوذ ومرفوض. علينا اليوم العراق بكل صراحة نتكلم، العراق الآن عسكريا بلد ضعيف. يعني لا يمكن أن يقارن بقوة البلدان بالعراق مال 1990. ما نقول 2003 لأن كان الجيش قبل 2003، وحتى ب 2003 يعني معداتنا العسكرية الآن لا تشكل 10% من المعدات الحديثة عند أي جيش. إذا تحدثنا عن الخلاص من هذه المجامع المسلحة لحزب العمال الكردستاني، أقصد هنا الحل بتطبيق اتفاقية سنجار على الأرض بكامل بنودها، أم المضي بحملة عسكرية؟ يعني هذه تعتمد على رئيس الوزراء. أنا لن أتكلم عن بلسان رئيس الوزراء، لكن هذه المشكلة يجب أن تحل. السنجار يجب أن تكون جيش عراقي موجود في سنجار، يعني من الألف إلى الياء. وكلنا شفنا الصدامات اللي مع الجيش العراقي، والله من الجندي العراقي يرفع العلم العراقي قلوبنا تنشرح، نفرح من الجندي العراقي، لأن الجندي العراقي هذا يمثل شرف وكرامة العراق. من يحمل العلم العراقي على كتفه يمثل شرف وكرامة العراق، فهذا في أي مكان يستحق الدعم ويستحق الحكومة كلها أن تقوم لأجله. طيب أيضا الموصل لطالما يتحدث البعض يقول أنتم تشلبين بما يجري في سنجار ومن اشتباكات ما، وبالتالي خطر داعش لا زال موجودا، لا زالت هناك تعرضات إرهابية بين الحين والآخر على تخوم الشرق والغرب وحتى الشمال الشرقي. هل ما زالت الموصل مهددة بخطر عودة تنظيم داعش؟ يعني بنفس الطريقة لا، لكن هناك خطر. نعم موجود الخطر. ليش؟ الصحراء كلها متروكة الآن، جنوب بعاج هناك خط ساتر ترابي. نعم. هذا يعزل بعاج عن الصحراء اللي هي إلى الأنبار ترتبط. فقط رعاة الإبل وبعض رعاة الأغنام يروحون لذيك المناطق. هاي ثغرة شيخ. طبعا هذه مو الآن، هذه موجودة من 2006 2007، وكنا دائما نطالب الحكومة العراقية بإنشاء قواعد عسكرية في الصحراء. نعم. مجتمعيا شلون تفسر عودة عائلات كثيرة من عائلات داعش أو لنسميهم تحت أي يافطة ما شئنا إلى مخيم الجدعة، من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في الموصل، هل سيشكلون خطرا اجتماعيا على أهالي المدينة؟
والله سؤال مهم جدا. هذا السؤال مهم جدا. أنا عرضته عام 2015 بعد أن قمنا بتحرير ربيع عام 2014 أواخر عام 2014. كنت أجلس حتى مع الأمم المتحدة ومع الحكومة العراقية أنه يا جماعة عندنا راح تكون فئة كبيرة من الأطفال، وهذول لا ذنب عليهم إلا أنه والده كان داعشي. هذول الأطفال راح يكون عقولهم قد غسلت أو إلى حد كبير غسلت العقول. هذا عام 2015. فعلينا من الآن التهيئة لإعادة هذول الأطفال إلى طبيعتهم. أطفال أبرياء اليوم ممكن صار عمره 16 سنة 17، حتى هذا بريء إلى الآن ما ارتكب جريمة، يعني لحد الآن ما أنشأت مؤسسات حقيقية. أنا ما أتكلم عن عناوين والله سوينا لجنة سوينا دورة لا، هاي تستهدف شريحة وفئة محددة. أنا عن غالبية أقصد الكل وبمتابعة حقيقية، لأن بالتالي هذولا هم أطفال عراقيين وهم مسؤوليتهم من الحكومة العراقية، وإعادة دمجهم بالمجتمع هذا شيء واجب على الحكومة العراقية. إلى الآن لم يتم دمج تلك العائلات بالمجتمع سوى يعني خطوات يعني محدودة من خلال هذا عمل حكومي للأسف. وعرضنا على كل الحكومات أنه تريدون نساعدكم في هذا الأمر سواء بخبرتنا العلمية العشائرية. أبداً ماكو رد أصلاً، أبداً يعني مشغولين، ما أدري بيش مشغولين، بس أكيد مو بالمواطن العراقي. بعد بي من مشغولين شيخ؟ والله مشغولين هسه يعني اللي صاير الميديا، كل واحد عنده جيش إلكتروني. ممكن الحديث بيني وبينك هذا في الشرقية اليوم ممكن راح تلقين الذباب الإلكتروني يجتزأ اللي عجبه يتكلم. هو يمثل أشخاص معينين لكن ما يهمنا، نتكلم عن العراق ما يهمنا هذول. وعمرنا ما اهتمينا مو للذباب، للأكبر من الذباب ما اهتمينا. طيب شنو سويتوا أنتم كمشايخ لمحاولة دمج تلك العائلات أو الأطفال أو المتضررين؟ إحنا سمعنا بدور العشائر فيما يخص العائلات اللي عندها فصول عشائرية اللي عندها إشكالات بالجانب العشائري، لكن هذول ملفهم واضح. تقدر اليوم العشيرة والقبائل الأصيلة في نينوى أن تتدخل في هذا الملف وتعمل شيء أشبه بالمصالحة الوطنية؟ أنت تقول لي دندز للحكومة ودنقول لهم واحد حاضرين نساعد، اثنين ثلاثة حاضرين نساعدوا. أولا بما يخص قبيلة شمار الحمد لله يعني يمكن لا يتعدى جميع من انتموا إلى داعش من قبيلة شمار 40 شخص، لا يمكن يعني عدد ضئيل جدا زين. لكن مو معناه ما نهتم بالآخرين. لذلك عرضنا أنه يا جماعة الأطفال والنساء لا ذنب عليهم، لكن من الممكن أنه في ناس أبنائهم استشهدوا على أيدي داعش، يقول لك أنا هذا أبوه كان داعش ما أريد يرجع إلى منطقتي. أوكي لا يرجع، يرجع إلى مكان آخر، من الممكن أنه يرجع إلى، لكن من الذي سيعيد تأهيل هذه العائلة، هذول الأطفال من الذي سيرعاهم؟ الحكومة الاتحادية، لأن خطرهم هذول حقيقة مو أنه يصيرون دواعش، لا، من الممكن يتحولون إلى مجرمين بسبب نبذ المجتمع، بسبب عدم وجود ولي الأمر، بسبب عدم وجود الرعاية الحكومية. شنو نوعية وطبيعة الرعاية اللي يتلقونها بحسب معلوماتك في المخيم من حيث التعليم الوسائل؟ بالمخيم منظمات مر عليهم ومهملين، يعني مو العناية المطلوبة. العناية تختلف عن الغاية. الغاية وصول إلى هدف، العناية يعني وصول إلى جميع يعني الوصول إلى الهدف الصحيح، مثل المريض إلى أن يتعالج، هذه العناية. وهم مرضى حقيقة، وهم مرضى يعني قد يكونون مرضى نفسيين. شيخنا خلينا نروح مع المشاهدين إلى هذا الفاصل ونفتح ملف آخر في حوار. مشاهدينا ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى ما تبقى من حوار مع الشيخ عبد الله الياور شيخ مشايخ شمر. أهلا بك من جديد شيخنا. نتحدث عن مدينة كبيرة ومهمة، مدينة الكرام الموصل بلا مطار حتى اللحظة. هذا الملف يشو بلغط كبير، يشو بالكثير من الملابسات والادعاءات.
كل جهة ترميها ربما أو تلقي باللائمة على جهة أخرى. اليوم منو يتحمل مسؤولية تعطيل ملف أو الشروع بإنشاء مطار الموصل أو إعادة ترميمه؟ أول المطار هو شيء مهم جدا لمحافظة نينوى، وكنا نأمل شخصيا على الأقل أنه شركة عالمية مثل شركة المطارات الفرنسية اللي بنت مطارات حتى في فرنسا أو المطار الرئيسي في فرنسا أنه هي تقوم بهذا العمل. وأعتقد كان هناك بينه وبين الحكومة العراقية موضوع عقد وقرض، يعني مو من أموال الموصل. وهذا أنا كنت أحبذه ليه؟ لسببين. السبب الأول أنه ما تستعمل أموال الموصل في بناء المطار، تستعمل أموال الحكومة العراقية بينه وبين فرنسا قرض. والثاني أنه شركة فرنسية، شركة حقيقية، مو مطار يخلونا حجر الأساس اليوم وننتظر سنتين ها والله الفلوس ما كملت ها مدري منه، مثل المستشفيات ومثل المشاريع الأخرى إلى اليوم هي مجمدة، بعضها واصلة 80% مجمدة. ليش؟ يقولك والله ما عندنا 20 أو حتى 10% أو 5% لافتتاح في كل العراق. هذا الأمر، من يتحمل المسؤولية؟ أعتقد الحكومة العراقية. على السيد الكاظمي قال أنه راح خلال هذا الشهر أنه على أساس يخلي حجر الأساس. هذا شيء جدا يعني. وأنا جاي على اللقاء مع الشيخ زينب تواصلت مع بعض الأخوة في الموصل، يعني أنه على الأمور، إيش يهمك في الموصل؟ إيش يهمك؟ عدم موضوع البنزين والمحروقات اللي الآن أصبحت في بلد نفطي أصبحت نادرة، والوصول إليها عن طريق الحكومة أصبح بطريقه الذل، دونه الذل. هل هناك سؤال أنا أسأل، مو الناس تسأل، أنا أسأل، هل هناك يعني طريق لإذلال المواطن، لكسر إرادة المواطن الموصلي، لإذلاله عن طريق مثل هذه الأمور؟ أقف بالطابور، أقف سرة، أو تعال دنق راسك وأنت واقف بالشمس والموظف قاعد داخل الغرفة ودنق راسك عليه ودير بالك، يعني تقول كلمة يمين يسار أو تقول الدنيا حارة لأن ممكن يطردك وأنت صار لك. ها الذل، هذا يكفي ذل المواطن الموصل، يكفي ذل المواطن العراقي اللي يقف بالسرة كأنك شيخ تريد أن تقول بأن المواطن الموصلي يعاني حتى من رهاب الحديث وربما التعبير عن مطالبه بشكل واضح حتى لا يتهم باتهامات قد تطال من قبل جهة سياسية أو مجتمعية. يعني المواطن العراقي سيد زينب، المواطن العراقي أصبح يشوف إنارة شارع إنجاز، إكساء شارع إنجاز. عمر بن الخطاب يقولون قبل 1420 سنة قال لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريقة يا عمر. يعني الطريقة اللي قبل 1420 سنة يسوونه الناس صار علينا من نية بإكساؤه، مو فتحه طريق جديد. يعني هو الطريق الجديد مو من نية. أيضا على الموظف اللي يستلم راتب، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء والنواب والمدراء العامين والموظفين، أنتم تسلمون رواتب لقاء خدمتكم، ما في منا في عملكم، في إنجازكم ما في منا. هناك من يستطيع أن ينجز العمل أحسن منك، ترى أكيد أكو أحد أحسن منك، هسع من تنجز قول هذا واجبي، أنا أديت واجبي. أما المنة وصارت قصائد وصارت شعر وصارت لا، هذه ليست منا. يكفي على المواطن العراقي الذل، يكفيكم إذلال للمواطن العراقي، لأن إذا ذليتوا المواطن راح تذلون العراق كله. طيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت شيخنا، يعني في حال يعني استمرت الأوضاع السياسية على ما عليها اليوم وبقيت الحكومة الحالية التي يعني تبدو أنها مسلوبة الصلاحيات، هل ستكون الموصل المتضرر الأكبر في المعادلة على مستوى المدن والمحافظات العراقية، أم تخصيص التريليون من موازنة الدعم الطارئ للأمن الغذائي قد يكفيها إن استغلت بالشكل الصحيح وبنزاهة تامة؟ باختصار لو سمحت. لا يمكن لأي أموال أن تكفي، بس الأموال إذا وضعت في الأيادي النظيفة الأيادي الصحيحة من الممكن أن تحدث تغييرا كبيرا. حاليا أكو أيادي نظيفة بالموصل؟
سياسية؟ حتما قلة موجودين، قلة موجودين، أمناء موجودين. نعم، لكن يحتاجون الشجاعة لاتخاذ القرار، وأولهم ورسالتي للسيد المحافظ محافظ نينوى، عليك أن كما عرفناك في رجل ضابط عسكري وأنا أعرفه من حوالي 20 سنة شجاع، أن تتخذ إجراء بحق الفاسدين. شوفنا يا محافظ نينوى من هم الفاسدين وحاسبهم. الشيخ عبدالله الياور شيخ مشايخ شمر، شكرا جزيلا لحضرتك لقدومك هنا داخل الاستوديو ولما تحدثت به ولحرقة قلبك على محافظتك، وتمثل بالتأكيد مشاعر كل العراقيين تجاه الموصل وتجاه المدن العراقية. مشاهدينا قبل الختام أترككم مع فقرة جديدة في حوار، وهي عين الحوار التي ترصد بعض الإحصاءات والأرقام تخص قضايا مجتمعية وسياسية وأمنية واقتصادية، أرقام صادمة لإحصاءات تتعلق بالمتاجرة وتعاطي المخدرات نرصدها في عين الحوار، نتابعها سوية. وأستودعكم الله إلى اللقاء.